إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله خير من دعا إلى الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا عباد الله، حال الإنسان عجيبة. إذا أحس بخطر أو أحس بخوف من أمر ما، تحركت فيه ملكة الخيال، وصارت عنده الحرص الزائد لحماية نفسه من هذا الخطر الدائم. هذا أمر طبيعي عند كل الناس. خلق الله الإنسان وجعل فيه غريزة حب البقاء، وغريزة حب البقاء تقول له: ابتعد عن كل ما فيه خطر على وجودك، واحرص على كل ما يطيل سلامتك ويطيل بقاءك. هذا حال الإنسان. ولهذا تجد الناس يسارعون في أوقات الأزمات كهذه الأزمة التي نمر فيها، وهذا الخطر الذي نعيشه هذه الأيام، تراهم يكثرون الحديث ويبحثون في هذا الأمر ويسألون ويستفتون ويرجعون إلى المواقع وإلى مصادر المعلومات من أجل التأكد أنهم على الطريق السليم وأن هذا الأمر بعيد عنه. هذا أمر طبيعي، وربما كان أمرا واجبا، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى ائتمننا على أبداننا وجعل أبداننا أمانات نسأل عنها يوم القيامة، فإن تعمدنا إتلافها أو إعطابها كنا عند الله سبحانه وتعالى آثمين، لا شك في ذلك. ولكن الخطر إخوة الإسلام هو ما ورد في هذه الآية، أن هناك بعض الناس alarmists، بعض الناس خيالهم واسع، يستطيعون أن يختلقوا أشياء ويفتعلوا أشياء ويعيشوا أجواء وعوالم لا وجود لها في الواقع، ولكنها موجودة في رؤوسهم فقط، ولا يكتفون أنهم هم مصابون بمثل هذا البلاء من المبالغة ومن التخيل الزائل، بل ينقلون مثل هذه الأمراض ومثل هذه الأمور إلى بقية الناس، وينقلونها على أساس أنها معلومات، وقد ينسبونها زورا وبهتانا إلى دوائر حكومية أو إلى أطباء أو إلى منظمات صحية وغير ذلك، ليجعلوا لكلامهم نوعا من المصداقية. هذا من أكبر الحرام ومن أكبر الكذب. هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى عنهم منافقين. وهذه الآية التي تلوت عليكم قبل قليل إنما نزلت في المنافقين، كل سياق الآيات في هذا السياق من سورة النساء يتحدث عن المنافقين، ثم قال عنهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل السرية. طب معروف أن السرية إذا ذهبت للغزو ما مشو الاحتمالات الموجودة، إما أنها ستنتصر وإما أنها ستنهزم، ما في غير هيك، أو لا يحدث قتال، ما في غير هيك احتمالات. يبادر هؤلاء، وأحيانا حتى قبل أن تقع المعركة، أن السرية الفلانية انهزمت وقتل من فيها. لماذا؟ ليحبطوا المسلمين،
يوجد عندهم روح معنوية سيئة، أو يقول لهم انتصرت مع أنه لا، هذا الأمر لم يكن قد حصل. لماذا؟ حتى يبينوا أنهم سبقوا بقية الناس إلى مثل هذا الخبر، سبق صحفي كما يقولون. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضوان الله وسلامه عليه كان يقول: لا تكونوا عجلا مشايع بدرا، لا تكونوا عجلا. عجلا يعني مستعجلين، بصلة محروقة كما يقال في العامية، أول ما يسمع الكلام بعمل إذاعة، بلش ابث دون أن يتأكد منه صحيح ولا غير صحيح. مشايع أي تنشرون الإشاعات، بدرا أي تبادرون إلى نقل الأخبار، الأخبار بسرعة. هذا من أكذب الحديث ومن أشده خطرا على المجتمعات وعلى الناس. My dear brothers and sisters, in Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala tells us about one of the attitudes and one of the qualities of the hypocrites. And he called them hypocrites. He says, once they receive some news, whether good or bad, whether about a victory or a defeat, they spread it without making sure that it is true or not. Instead of going back to the Prophet alayhi salatu wasalam and ulul amr, those who have knowledge, so that they can get the real news, if this is true or it is not true. This is a quality of the munafiqeen. Prophet alayhi salatu wasalam says, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami. It is enough lying for a person to spread everything that he hears. Whatever you hear, this is for you. This is for your own ear. It doesn't mean that you have to spread it to other people, especially if there is harm that is going to be based on it. Nowadays, you know what is going on with this virus, this bala from Allah subhanahu wa ta'ala. And it is from Allah subhanahu wa ta'ala. It was reported in Sahih al-Bukhari and Muslim that Aisha radiyallahu anha wa ardaha said, سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطاعون. I asked the Prophet صلى الله عليه وسلم about plague, طاعون. And any epidemic like this is a plague. فقال Prophet عليه الصلاة والسلام answered her. قال إنه كان عذابا يصيب الله به الكافرين. It was a punishment. Allah sent it down to earth as a origin, as a punishment to wipe out the kuffar. ثم جعله الله رحمة للمؤمنين. But Allah subhanahu wa ta'ala made it a mercy for the believers. فما من عبد يقع فيه فيقيم في بلده صابرا محتسبا يعني راضيا بقضاء الله وقدره إلا كان له عند الله أجر شيء. Now, after the Prophet of Mercy came to the world for his followers, anybody who is infected with it, and he stays where he is, stays where he is. Some people were asking me, should we come to the masjid for Jum'ah? I asked them, are you infected? No. Why wouldn't you come then? You should ask the question if you are infected, because it is haram for you to infect your Muslim brothers or humanity, anybody. لا ضرر ولا ضرار, Prophet عليه الصلاة والسلام says. So those who are not supposed to come are the ones who are infected. Prophet عليه الصلاة والسلام says, whoever is infected by it and stays in his place, does not go out to infect other people. صابرا, patient, محتسبا, awaiting the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and accepting the qada and qadr that this is from Allah subhanahu wa ta'ala. If he dies, Prophet alayhi salatu wasalam says, he will have the ajr of the shaheed. Allah subhanahu wa ta'ala will give him the same reward that he gives to the one who gave his life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That is how we should deal with this. It is normal that we get scared, that people are afraid. But this overreaction should not be the attitude of the believer, should not be the attitude of the Muslim who believes in Allah subhanahu wa ta'ala. This is from Allah, like I said. Imam Bukhari has reported that Imam asked, or the Prophet alayhi salatu wasalam told a man, la adwa wa la tira, that there should be no infection, nor should you feel pessimistic because of certain things that you see or things that you hear. قال, so the Bedouin told him,
يا رسول الله إن الإبل يكون فيها الجمل الأجرب فيعديها. But we see with our own eyes that there is infection. Sometimes you have one sick camel that has some skin disease and you put it with the rest and they will get infected. قال فمن عدل أول. The Prophet ﷺ told him, who gave the infection to the first camel? Who gave it to this sick one? And who gave it to the other? It's from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created this universe and everything in it, including viruses. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is the cause for all of these things. We should deal with it the way that our religion tells us to deal with it. This is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. You want to avoid it? Be a good Muslim. Make your wudu 5 times a day. Make a ghusl every day. This is the sunnah of the Prophet alayhi salatu wa salam. Use sanitizers all the time. You do not have to go to places just for fun and mingle with people for no good reason. And if you are infected again, Prophet alayhi salatu wa salam says, لا ضرر ولا ضرار. You should not harm other people. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. It's haram for you to harm your brother if he's negotiating a deal. It's haram for you to interfere until he finishes. حتى يترك أو يدع. If he is asking for some woman's hand in marriage, don't go and ask for her hand at the same time. Wait until you see the result, whether she accepts him or she doesn't. If she doesn't accept him, then you go ahead and you ask for her hand in marriage. You're not supposed to harm other Muslims. You're not supposed to go cause distress to other people. يا عباد الله الشائعات هذه من أكبر العوامل في كثير من مشاكل الناس بل لعلها عامل في هزائم نكراء حلت بالمسلمين وغيرهم. كم من مرة يطلق العدو إشاعة حرب نفسية في معركة أحد، قتل محمد، قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما الهدف؟ لإحباط الناس من ناحية المعنويات. حتى قال بعضهم إذا قتل محمد ففي من نقاتل؟ يعني كنا نقاتل من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونشر دينه. فإذا كان قتل فما الداعي للقتال؟ قتالنا لا معنى له. حتى قيل لهم ألا قوموا فموتوا على ما مات عليه. هذا هو المنطق السليم، لا نرتبط بأشخاص. ولكن الإشاعة هذه إذا انتشرت تدمر الجيش، إذا انتشرت في المجتمعات تدمر المجتمعات. كم من امرأة بريئة طلقت وخرب بيتها بسبب إشاعة. كم من اثنين تقاطع وتدابر بسبب إشاعة. كم من إنسان وقع في مشاكل وشرور لأنه نشرت عنه إشاعة أو إشاعات. هذا شيء خطير إخوة الإسلام. ويكفي ما قال الله سبحانه وتعالى في الإشاعة، إشاعة الإفك، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم، بس كل واحد سمع الخبر يلقيه إلى الآخر. وتحسبونه هينا، هو كلام كما يقول البعض، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم أن تطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، تشكك في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أعظم من مثل هذا الأمر؟ وهو عند الله عظيم. وذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كطليعة رائد يستطلع قبيلة من القبائل، هل ما زالوا من أهل الشك فيغزوهم النبي أم أنهم مسلمين مؤمنين لا يجوز غزوهم؟ فذهب وراهم وهم يؤذنون للفجر ويصلون، ولكنه عاد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هم مشركون. فأغارت عليهم جيوش المسلمين وقتل منهم من قتل، ثم تبين أنهم مسلمين. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، سماه فاسق من أجل هذه الإشاعة التي وظل يسمى بهذا الاسم حتى وفاته الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإشاعات إخوة الإسلام من أخطر الأمور، من أخطر الأمور، وترديدها من أعظم الكذب ومن أعظم الافتراء والبهتان.
Two examples, brothers and sisters, in our history, in our Islamic history, tells us how dangerous spreading rumors without making sure that what you are saying is true. One is regarding the rumor against the wife of the Prophet alayhi salatu wasalam. When they spread the false news that she had committed adultery, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, if talaqawnahu bi alsinatikum, you talk about it with your tongues, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, and you think it is not a major thing, it's not important what you say, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, but to Allah subhanahu wa ta'ala, what you are saying is most serious and most dangerous, because you are attacking the honor of the Prophet alayhi salatu wasalam. That was a rumor. And you know the story of Haditha al-Ifq, until Allah subhanahu wa ta'ala sent down the verdict of the innocence of the mother of the believers, min fawqi sab'i samawat. The second incident, when the Prophet alayhi salatu wasalam has sent somebody to a certain tribe, and that was the practice of the Prophet alayhi salatu wasalam. Before he attacks a tribe, he will send somebody to see what they are about. That man saw them calling for the Fajr Adhan, and saw them doing the Fajr prayers. But he came and he lied, and told the Prophet alayhi salatu wasalam, O Messenger of Allah, those are pagans. Those are mushrikeen. What was the result? These people were innocent people, were attacked, and some of them were killed. Allah subhanahu wa ta'ala called this man fasiq. Fasiq. And fasiq is a person who commits a major sin. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu, O you who believe, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. If a fasiq comes with you to you with some news, don't act on it, but wait and study it and check it. Make sure that it is true. Because if it is false and you act on it, أن تصيبوا قوما بجهالة, you might harm somebody who is innocent, and then you will feel sorry when it is too late after the damage has done. For all these people who are on social media spreading rumors regarding this virus, scaring people and giving people false information, they are not doctors. They are not people who have the experience. All these people who are giving people on social media fake medications. Do this and do that. And if you do this, corona will not hit you. Those are not doctors. They're just people who are far-fetched with their imagination, and they want to become famous at the expense of other people, and at the expense of spreading ignorance and spreading stupidity among the Muslims. And unfortunately, there are people who listen to them. But that again is the attitude of the munafiqeen. سَمَّعُونَ لِكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ. There are people who love to hear rumors, who they wait for rumors to come, because that is what they have in their hearts. They share the same mechanism of thinking. So they will receive these waves that day that come to them, and they themselves will transfer it and transmit it to other people as well. The best advice that we can give people regarding how to deal with this epidemic and this test from Allah subhanahu wa ta'ala as Muslims is one advice. When it comes to your body, when it comes to your health, follow the instructions of those who are in charge of this matter. Ulil amri minkum. Doctors, the health department, the government, and these sources only. Do not listen to anybody else. When it comes to your whole human being and your belief system, go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet alayhi salatu wasalam says, Man qala ila asbah, La ilaha illa subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Lam yadurruhu sum. Aw bismillah alladhi la yadurru ma'ismihi shay'un fi samawati wa la fil ard. When you walk out of your home, if you say Bismillah, I leave my home in the name of Allah, I trust myself to Allah, who with his name no harm can come to me. He will not be harmed by any danger nor by any poison. Prophet alayhi salatu wasalam taught us to read the mu'awwadhat, to read Qul huwa Allahu Ahad and the mu'awwadhatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas.
in order to protect ourselves. Go to the one who has the cure. Go to the one who gives you peace and tranquility and gives you strength to deal with these situations when everybody is scared and everybody is freaking out. Everybody is scared and everybody is inventing things and coming up with things and going to extremes in order to protect themselves. As a believer, be quiet and settle down and know that if this thing comes to you after you have taken your precautions, then it is from Allah subhanahu wa ta'ala accepted. Go to the hospital, deal with it. If Allah subhanahu wa ta'ala takes your life, Allah subhanahu wa ta'ala will give you the reward of a shaheed. There's nothing to be scared about and nothing to have or to go to extremes about it. And again, brothers and sisters, do not spread rumors. Be a source of tranquility to your neighbors. Be a source of security for your children. And for, don't scare them. Let them, when they look at you, see peace and see tranquility and see stability. Don't be a source of alarm for everyone around you. That is what a believer is. That is what a Muslim is. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Not like those munafiqeen who are spreading all the time. They're machines that are scaring people, giving people false information all the time, just to feel that they are important, or just to feel that they are doing something. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us, protect our families, protect our children, and protect the whole world, protect the Ummah of Islam from this epidemic and others. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله يوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته وأنهاكم وحذركم من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم غير ذلك فإنك به عليم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا ولا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شافيته ولا غائبا إلا بالسلامة رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا للمسلمين إلا أخذته وقصمته ولا أسيرا لهم إلا فككت أسره برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله يعطكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.